بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ حل ورقة عمل 10. السؤال الأول: شغلي البيزك المرئي. السؤال الثاني: افتحي مشروع بنك المعلومات. لفتح المشروع من جزء Recent Projects نضغط على اسم المشروع مباشرة. السؤال الثالث: أضيفي للنموذج الأول عنوان أدخل كلمة السر. لإضافة عنوان من جزء Toolbox نختار الكائن ليبل ونضغط ضغطة مزدوجة على الكائن ليبل، ومن خاصية التكست من جزء Properties Window أو جزء الخصائص نبدأ بكتابة أدخل كلمة السر. السؤال الرابع: أضيفي للنموذج الأول صندوق نص يستقبل كلمة السر. لإضافة صندوق نص من جزء التول بوكس نختار الأداة تكست بوكس. الأداة تكست بوكس هي أداة خاصة باستقبال قيمة من المستخدم. السؤال الخامس: أضيف التعليمات البرمجية المناسبة لاختبار كلمة السر ولتكن قيمتها 200. لكتابة التعليمات البرمجية الخاصة بإضافة كلمة السر نضغط على الاختيار كود أو الأمر كود من القائمة View. نكتب التعليمة البرمجية الخاصة بالإعلان عن ثابت Const، وهي كلمة مفتاحية للإعلان عن ثابت P underscore word، وهو اسم الثابت. يساوي 200. الثابت P underscore word يساوي 200. ننتقل إلى الإجراء الفرعي الخاص بالحدث كليك. الإجراء الفرعي الخاص بالحدث كليك وهو البرايفت سب الخاصة بالكائن بوتون 1 للحدث الفعال كليك، ونكتب التعليمة الخاصة باختبار كلمة السر. if text box 2 وهو صندوق النص الخاص بكتابة كلمة السر text box 2.text يساوي الثابت b word p underscore word. إذا أدخل المستخدم كلمة السر صحيحة if textbox.text textbox2.text يساوي p word then me.hide، أي me للتعبير عن النموذج الحالي me.hide أخفي النموذج الحالي. form 2 وهو الفورم الثاني .show أي أخفي النموذج الحالي وأظهر النموذج الثاني. else المقصود بالتعبير else إذا لم يدخل المستخدم كلمة السر صحيحة. else message box وهي تعليمة خاصة بإظهار رسالة للمستخدم. بين علامات التنصيص نكتب حاول مرة أخرى، أي حاول مرة أخرى في إدخال كلمة السر الصحيحة. حاول مرة أخرى. تنتهي التعليمة البرمجية F بالتعليمة End F. تم كتابة التعليمة F داخل الإجراء الفرعي الخاص بالكائن Button 1 للحدث Click. السؤال السادس: اختبري البرنامج للتأكد من فعالية كلمة السر. نضغط على الأداة Start Debugging. نلاحظ ظهور الفورم. نكتب كلمة السر خطأ كتجربة 300. نضغط على الكائن بوتون 1. نلاحظ ظهور المسج حاول مرة أخرى. نكتب كلمة السر صحيحة وهي 200، ونلاحظ بالضغط على زر الدخول نلاحظ أنه تم الانتقال إلى الفورم 2 واختفت الفورم الأولى فورم 1. السؤال الأخير: احفظي التعديلات. نضغط على حفظ الكل. وبهذا نكون انتهينا من ورقة عمل 10، والسلام عليكم ورحمة الله.